أعزائي المشاهدين، ولنا لقاء يتجدد مع برنامجكم نجوم الفن، برنامج فني ثقافي متنوع على قناة الصحة والجمال. حاضر وهذا محمود خلف والإعلامي الجميل هاني كساب، أيضا الفنان الكبير والممثل القدير الأستاذ مجدي عبد الحليم، ومعنا وضيفنا الأستاذ عمر جمال الممثل. أهلا بيك يا سيدي. مساء الخير، برنامجكم نجوم الفن على قناة الصحة والجمال. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم على قناة الصحة والجمال، برنامجكم المنتظر كل يوم ثلاثة على الهواء، برنامج نجوم الفن. بنستضيف اليوم موهبة اتولد موهوب، يعني من هو طفل اتولد قدام الكاميرا. معنا ومعكم عمر جمال. أهلا بك عمر. عمر جمال فنان معنا مع أغنية نقدر نشوف لك حاجة الأول على الشاشة يا عمر. ماشي. نشوف لك حاجة حلوة على الشاشة ونقدمك للمشاهدين. شرفتنا يا عمر معانا في برنامج نجوم الفن اللي هو في اكتشاف المواهب اللي هي الغناء والتمثيل يا عمر اللي احنا بنعلن عنه. تمام. مرحب بيك معانا يا عمر في البرنامج. ونقدر ان احنا سعداء ان انت موجود معانا النهارده. انا سعيد، انتوا منورين والله. ربنا يخليك بنورك يا حبيبي. وعايزين نعرف من عمر الاعمال اللي هو شارك فيها بالنسبه للتمثيل وبالنسبه للكليبات وبالنسبه للاعلانات. تمام. بالنسبه للاعلانات، يعني انا بالنسبه للحاجات دي كلها انا اشتغلت حاجات كتير جدا تقريبا، يعني هم اشهرهم حين ميسره وما شفتش من اللي هم دول اللي صعدوني يعني. حتى دلوقتي لما اي حد يجي يشوفني انت ممثل، انا مش عارفك، انت بتاع حين ميسره او انت بتاع ما شفتش من، لكن يعني بس هم الحاجتين دول. طبعا اتغيرت كتير يا عمر عن ما كنت يعني صغير. مش كتير قوي يعني. هي الاغنيه بتاعت شيرين دي كان عمرك قد ايه كده؟ كان عندي حوالي 10 سنين. 10 سنين؟ كنت صغير. لا كنت صغير دلوقتي. كان واقع عليك الاختيار في الاغنيه دي من مين يا عمر؟ لا بص، هي جت بالصدفه يعني. بصراحه انا كنت في المدرسه، المفروض ان انا بعد المدرسه عندي درس. تمام. الدرس اتلغى، فانا مروح البيت بيقولوا لي ايه الحق ده، انت عندك مش عارف عندك اغنيه وعاوزين نلحق نجري على المطار ومش عارف ايه. فروحت تاني ولحقت الدنيا كانت تمام يعني، فعملتها على طول، كانت صدفه. كان مين اللي وقع عليك الاختيار ساعتها؟ الاستاذ المخرج احمد المهدي. المخرج احمد المهدي. هو اصل عنده كاريزما خاصه كده عمر جمال، فاكيد الاختيار استاذ احمد المهدي كان. هو انا أكيد. تقريبا كل ثلاث ارباع اعمالي كلها كان استاذ احمد المهدي. تفضل محمود. عمر اتشرفت بيك يا عمر. ولا انا اللي اتشرفت بيك. عمر انا في البدايه طبعا عايزك تعرف للجمهور نفسك، مين هو عمر جمال؟ تمام. عمر محمد جمال بقى عشان راضي بابا برضه، لازم بابا برضه ياخد حقه. لازم ياخد حقه. طبعا مفيش بعد الاب يا عمر. عمر محمد جمال، انا بدات تمثيل اول حاجه عملتها كان عندي 10 شهور. تمام. تمام. ومن وقتها بقى بدات يعني اكبر اعلانات، اغاني، كليبات، مسلسلات، فيلم، بعد كده كان في افلام قصيره. درست في مدرسه كوليج دي فرير في مساوي. رهبان. بعد كده اتخرجت منها ودخلت على جامعه سي اي سي بدرس بيزنس، ويعني ان شاء الله خلاص اخر سنه وخلاص ان شاء الله واتخرج. ربنا يوفقك. كده بقى يعني باذن الله اكمل في الكارير بتاع الميديا ده بتاع التمثيل. هو ان شاء الله على فكره يا عمر انا وانت اشتركنا قبل كده برضه في فيلم. ايوه انا عارف. ما انا قلت لك قبل ما ندخل بالنيو كان فيلم قصير زمان. طبعا. أيوة اشتركت انا وانت في فيلم قصير. طبعا انت حضرتك استاذنا غني على التعريف يعني. الله يخليك حبيبي. ده كان مسلسل كلبش الجزء الثالث. ده مسلسل كلبش. ان شاء الله عمل لك قريب ان شاء الله. اشتركت في الجزء الثالث فعلا. في لسه عمل قريب ان شاء الله في رمضان اللي جاي ده ان شاء الله. ان شاء الله. مسلسل الاختيار مع استاذ بيتر ومن قراره. اختيار. حبيبي يا عمر. وان شاء الله انا وانت نتلاقى في حاجات كتير جدا ان شاء الله. ان شاء الله اللي جايات كتير يعني ان شاء الله، لان انت طبعا عندك كاريزما. ربنا يخليك. الوجه ان هو يكون محبوب ما بين الناس وكده. ربنا يخليك. على فكره مصر كلها عارفاك باغنيه ما شربتش من نيلها بتاعت الفنانه شيرين. دي حقيقه فعلا. دي حقيقه فعلا. انا فعلا اول ما عرفت ان انت هتبقى موجود معانا النهارده عمر في حلقتنا اللي هو برنامج نجوم الفن، قلت يا عمر دوت اصلا يعني حبيبي، واشتركت انا وهو في فيلم قبل كده. اللي هو فيلم قصير. ايوه فعلا. فقلت انا بجد يعني انا سعيد ان عمر موجود معانا وكده. والله انا اللي سعيد ان انا موجود معاك. هو برنامج نجوم الفن، ربنا يخليك، برنامج نجوم الفن اساسا قائم على تقديم المواهب. ونقدر نشوف لعمر مشهد من فيلم حين ميسره. يلا بينا. يلا حبيبي. فنان عمر جمال نورتنا وشرفتنا
ما شاء الله عليك يعني. ايه رايك؟ جميل ما شاء الله. مولود فنان. تحضر ايه يا عمر بقى الايام الجايه؟ والله ان شاء الله يعني قريب كده ان شاء الله في افلام قصيره يعني اشتغل عليها. للمهرجانات يعني الافلام القصيره دي بتبقى المهرجان ولا اليوتيوب؟ لا يوتيوب. جميل. يعني مهرجانات لسه بقى ان شاء الله الليفل اللي بعد كده ان شاء الله. هو اليوتيوب دخل كل البيوت ومجال للممثل اللي يقدم نفسه يعني. اه بالظبط كده يعني دلوقتي الناس كلها بتتفرج على السوشيال ميديا يعني ما بيتفرجوش على التلفزيون. عمر تم عليك الاختيار في فيلم حين ميسره من قبل كان الاستاذ خالد يوسف المخرج. خالد يوسف اللي هو اللي رشحك للدور ده. اه مظبوط. هو اللي رشحني للدور ده وكان يعني كان خدني من اغنيه ما شفتش من لها. شاف الاغنيه قال انا عاوز ده. انت اصلا عندك كاريزما للفيس يا عمر. عندك كاريزما ما شاء الله يعني. ربنا يخليك يا استاذ. احنا طبعا في برنامجنا لسه في حاجات كتيره وفقرات كتير. عندنا لقاء مع امين عام حزب المؤتمر استاذ علاء الامام. علاء امام وموهبه بقى مستنيين مفاجاه في اخر البرنامج. استنونا معانا ومعاكم محمود خلف والاستاذ هاني كسان. عمر بجد يعني احنا اعمالك اللي احنا شفناها وغير كده وكده انا اصلا عارف ان عمر اشترك في اكتر من عدد كبير من الاغاني الفيديو كليب ومن الاعلانات فعلا فعلا انا اشتغلت مع حماده هلال اغنيه في الاول كان مع استاذ المخرج عثمان ابو لبن مش هقول واستاذ طارق العريان كان اغنيه نوال الزغبي روحي يا روحي وطبعا ما شفتش من نيلا وفي اغنيه كان اسمه عبد الله السكيتي كان الاستاذ محمد خاطر هو المخرج بتاعها دي انا عاملها قريب كنت طالع فيها عندي توحد. بس لكن في الاعلانات بقى في اعلانات كتير اشهر برضو اعلان برضو كان طلع وقتها كان كنت عامل اعلان شيبسي مع احمد السقا. انا شفتها كتير في فيلمك بجد يا عمر يعني قبل ما نطلق انا في الفيلم اللي هو قصه قصيره دوت. فطبعا انا وانت قعدنا نتكلم عن موضوع الاعلانات اللي أيوة بتاعتك. ايوه اتفقنا ان شاء الله يبقى في بينا اعمال كتير الفتره اللي جايه ومع استاذ مجدي طبعا باذن الله. يتشرف طبعا الشعر بتاعنا بقى الاغاني طبعا لازم ان هو يكتب الشعر بتاعه الجميل بتاعه. ايوه ماشي. انا عايز اسال عمر سؤال يعني يا عمر انا عايزك تحكي للجمهور ايه هو حلمك؟ ايه هو حلم عمر محمد جمال؟ انا عايزك تحكي للجمهور ايه احلامك؟ ايه طموحاتك؟ والله يعني انا حلمي ان انا يعني اتخرج من الجامعه تمام واشتغل شغلانه بعيد عن الميديا بقى اشتغل شغلانه يبقى شغل اساسي لان الميديا ساعات برضو انت عارف بيبقى يوم ليك وعش عليك طبعا. فانا يعني فبرزقها يعني بالظبط كده فعاوز اشتغل شغلانه اساسيه وبجانب ده انا بحب ان انا يعني برضو ابقى شغال بالهوايه اللي انا بعملها يعني انا بوزع اغاني وبعزف الكلام ده فاشتغل مثلا بالقطع والكلام ده ابقى شغال يعني ده طموحي ان انا ابقى يعني كمان موزع شاطر وكبير ابقى معروف. ربنا يوفقك وغير كده يعني خلاص بقى يعني انا داخل يعني على الجواز بقى ان شاء الله يعني نتمنى لك بخير وسعاده ان شاء الله. ان شاء الله انا افهم ان شاء الله افهم من عمر انك يا عمر مش حاطط التمثيل يعني كهدف اول او كطريق اول في حياتك. لا 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 لان زي ما قلت لك كده هو يوم ليك وعشر يعني تمام. في ناس طلعت زمان عمر مش عايز يبقى عند مساله انه يبقى في انتظار يعني بالظبط عايز يبقى هو دايما شغال ودايما بيعطي هي الحياه يوميه يا استاذ مجدي بالظبط كده الشعب المصري كله متعود عليها ان هو يبقى في عمل طبعا متخصص فيه ان هو يبقى كل يوم الصبح صاحي ان هو عايز يروح العمل بتاعه عنده شغله وبعد كده بقى وقت ما يقع عليه الاختيار في عمل يقدر ان هو يقدر كده ان هو يؤدي العمل اللي هو مطلوب كمان المفروض يعني لو انا جالي عمل ابقى متفرغ ليه طب والبيت طب والاسره مثلا يعني مش هيبقى فيه توفيق قوي شويه في الحاجات دي. طيب انا عايز اسال الاستاذ عمر الاستاذ عمر محمد جمال سؤال تاني. اتفضل. مين يا عمر اللي بيشجعك؟ مين اللي واقف؟ مين السبورت ليك؟ طبعا انا هتكلم اقول ابويا تمام واخواتي وخطيبتي وجدودي وعماتي بقى والناس دي الاسره كلها العيله كلها ما شاء الله. عمر انت بجد شرفتنا ونورتنا في برنامجنا اللي هو نجوم الفن ان احنا نقدر نقدم منه المواهب اللي هي عايزه تشترك معانا في موضوع التمثيل والغناء وكده على قناه الصحه والجمال
واحنا سعداء ان انت كنت موجود. والله انا الفن عاوز اقول حاجه، انا ليا شرف ان انا طلعت مع الاعلامي الفنان الكبير استاذ هاني كساب حبيبي يا عمر، والاستاذ الفنان القدير مجدي عبد الحليم اهلا بيك عمر، والشاعر الجميل استاذ محمد شرفتنا عمر، واحنا سعداء ان انت كنت موجود معنا النهارده في برنامجنا نجوم الفن، سعداء بيك.